مواقع السوشيال ميديا أصبحت جزء من حياة كل شخص على اعتبار إن هي وسيلة اتصال سهلة ورخيصة، ولكن زي ما فيها الجانب الإيجابي يوجد فيها جانب سلبي. الجانب السلبي دوت بيتمثل في انتهاك الخصوصيات والمضايقات اللي بيتعرض ليها الأشخاص عن طريق آخرين. علشان كده هنتكلم النهاردة عن بعض العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي معروف إعلامية بقانون مكافحة جرائم الإنترنت، اللي أصدره الرئيس وصدق عليه برقم 175 لسنة 2018 وأشهره في الجريدة الرسمية. هناخد بعض المواد. أولها إن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه كل من أتلف أو أعطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الناس. يعني لو حضرتك عندك حساب على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وحد دخل على الحساب دوت أبطأه أو أعطله أو حدث فيه أي عطل عن طريق شخص آخر، حضرتك من حقك تاخد الإجراءات اللي هقول لحضرتك عليها بعد بقية المواد. رقم 2، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 30,000 جنيه كل من استخدم الانترنت في الوصول بدون وجه حق الى ارقام او بيانات او بطاقات البنوك والخدمات او غيرها من ادوات الدفع الالكترونية. يعني حضرتك جات لك رسالة على الموبايل مثلا وفي شخص بيحاول يخترق حساب البطاقة البنكية بتاعتك، حضرتك من حقك تتوجه وتعمل الخطوات اللي هقول لحضرتك عليها حالا. 3، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه كل من اصطنع بريدا الكترونيا او موقع او حسابا خاصا ولا سبقه زورا لشخص طبيعي او اعتبار. يعني حضرتك حد جه عمل باسمك حساب على الفيسبوك او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، حط اسمك حط صورك، حضرتك من حقك تتوجه وتاخد الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي. الخطوات القانونية الواجب اتباعها في حالة تعرضك لأحد المضايقات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. 1، حضرتك بتتوجه إلى مباحث الإنترنت وبتتقدم بعمل بلاغ. 2، بيقوم رجال مباحث الإنترنت بتتبع الجهاز أو الشخص الذي قام بهذه الإساءة. 3، بيتم تحرير محضر مرفق به التحريات عما وصلوا إليه وتسليمه لجهاز التحقيق. 4، بتصدر النيابة ضبط وإحضار للشخص المسيء ولجهاز المستخدم في الإساءة. 5، تحيل الدعوة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيها. الجدير بالذكر أنه تم استحداث مباحث الإنترنت من عدة سنوات وبها ضباط مهندسين متخصصين في الحاسب الآلي، مهمتهم فحص هذه البلاغات المقدمة من أشخاص تعرضوا للإساءة عن طريق السوشيال ميديا سواء انستجرام، تويتر، فيسبوك.